لطفي بن محمود أخو الشهيد منصر بن محمود من الكرم الغربي الضاحية الشمالية العاصمة. شنو تحليلك وشنو تعقيبك على الحكم النهائي في قضية تونس الكبرى أخوي لطفي؟ والله الحكم اللي صار في تونس مهزلة مهزلة كبيرة ياسر. اللي صار في الكيف صار لهنا أكثر وأكثر مهزلة كبيرة ياسر. أنا واحد من الناس اليوم بركة كي حسيت بروحي فقت شوي نهاريا، واحد في حالة غموض كبيرة ياسر، واحد مرض راه الحكم في واحد يعمل اكسيدون، واحد يعمل اكسيدون شوف شنو يعملون، خلي واحد قتلوه بالكرتوش. سبعة من الناس في الكرم الغربي حتى محمد عيد البغدير يروح صراحة. شكون اقتل الولاد في الكرم الغربي؟ والله معروفين، ما فما ناس أكبر منا، نحن ناس بسطاء، احنا فما ناس أكبر منا لفوق، منهم الماريشال ومنهم وزارة الداخلية كوادر الكبار. والله العظيم إن شاء الله شنو دخلوا في قريف دفع كعائلات شهداء الكرم الغربي، وإن شاء الله العائلات اللي في تونس بصفة عامة يجوا ساندونا، وخاصة إن شاء الله جماعة القصرين وتالي وجماعة الدقاش إن شاء الله يجوا ساندونا في القريف هذايا، على خاطر مهزلة صارت في تونس. حصيلوا النهار هذايا نهارة الحكم عما كيني النهار هذاك في وقت توفى فيه أخوي، هذاك يكون نهار حطيته في مخي كذي سمعت الحكم ذكرت ولاد حومتي اللي توفيوا كله أخوي. شكونهم الأولاد اللي توفيوا في الكرم أخوي لطفي؟ ذكر مثال، ذكر العام الأسامي. عندك سفيان الميموني، طاهر المرغني، شكري السيفي، منتصر بن محمود، نوري السكيلة، نادر الياس كراش، ومحمد صالح الشيخ. والله إن شاء الله الندوة نهار الخميس. الندوة هذه شنو باش تعلنوا فيها ولا شنو باش تعلنوا فيها؟ الحقيقة اللي صار في الكرم الغربي، الحقيقة اللي قتلت العباد اللي مديناها للمحكمة العسكرية. أدلة مديناها للتحقيق، أعطيتهم المحامين أعطوهم للعيار ديريكت هما والكرتوش، الأدلة الصحيحة. وإن شاء الله هذيك شنو وراها الأدلة، شنو وراها الصحافة بصفة عامة.